جمعية حماية المستهلك جمعية تم إشهارها عام 2021 وعملت الكثير من المشاريع والمبادرات والتي كان لها أثر كبير على ضمان حقوق المستهلك الكويتي من خلال ما قامت به من عمل منصات ورسائل إعلامية توعوية بالإضافة أيضا إلى حملات ومبادرات وطنية وأخيرا المشاركة في المؤتمر العالمي لحماية المستهلك في العاصمة نيروبي. وأيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب برئيس جمعية حماية المستهلك الأستاذ مشعل المانع، واللي راح يحدثنا أكثر عن تلك المشاريع ومبادرات التطوعية في القطاع الاستهلاكي وحماية المستهلك. حياك الله ويانا أستاذ مشعل. حياكم الله وتشرف فيكم في برنامج مساء الخير الكويت. حياك الله وأهلا وسهلا فيك. احنا موضوع الحلقة اليوم نتكلم عن العمل التطوعي، واحنا نعتبر ما أجمل عطاء من غير مقابل. نتكلم عن جهود تكون في خلال العمل. بداية الأمر مساكم الله بالخير جميعا ولجميع المشاهدين. مثل ما تفضلتوا في تقريركم، احنا إشهارنا تم قبل 3 سنوات، لله الحمد قدمنا الكثير من المشاريع الوطنية. من ضمن هذه المشاريع في أولى مبادراتنا أثناء إشهارنا عملنا، وهذا سبحان الله مصادفة بأن أثناء فترة إشهارنا صادف أزمة كورونا، أسأل الله أن لا يعودها بإذن الله. فرأسا عملنا مبادرة من مجلس إدارة بإقرارنا بالتطوع ومشاركة جمعية هلال الأحمر ونقابة التعاوني في قطاع التعاوني، مبادرة أطلقنا اسمها نحميك. من خلال هذه المبادرة رحنا إلى أسواق الجمعيات التعاونية، عملنا نوعا ما فحص كامل لكل رواد الأسواق الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى تعليمهم إجراءات التسوق السليم وتنظيف بعض الأرفف أثناء التلامس وبعض العربانات التسوق في الجمعيات التعاونية. وأيضا انتقلنا ما بعد اشتدت الأزمة إلى أن كان هناك مناطق محجورة، وانتقلنا إلى المناطق المحجورة ووزعنا الغذاء من خلال المتبرعين في دولة الكويت، وقدمنا للمناطق المحجورة كميات كبيرة من الغذاء. وكان هناك حجم كبير من المتطوعين من الشباب الكويتي في هذه المبادرة، وقدمنا من خلالها إلى كل المناطق سواء في شمال الكويت، ووصلنا أيضا إلى جنوب الكويت في كل المناطق المحجورة في هذه الأزمة. أيضا من خلال فترة إشهارنا عملنا هناك مبادرة جدا مهمة أثناء فحصنا لبعض المنتجات، ووصل من خلال جمعية حماية المستهلك رسائل من الخارج بأن هناك مواد مسرطنة في محتوى منتجات موجودة في الجمعيات التعاونية. من هذه المنتجات هي مزيل العرق وبعض الشامبو وبعض الكريمات الخاصة. فهذه المادة المسرطنة احنا اطلقنا عليها، وهي موجودة أساسا اسمها ليليان، مختصر لمادة بوتيل فينيل ميثيل بروبينال. هذه المادة موجودة في رف الجمعيات التعاونية والناس لا تعلم، وبالتالي وجهنا رسالتنا إلى وزارة التجارة، وجهنا رسالتنا إلى وزارة الصحة، وفعلا تفاعلوا معنا وتم إزالة تلك المنتجات من الأرفف والجمعيات، وتم التعميم وتحذير كل المستهلكين لإزالة تلك المنتجات ومعاقبة من يقوم ببيع تلك المنتجات. أيضا هناك بعض المبادرات، من ضمن هذه المبادرات اليوم أطلقنا مجلة المستهلك الصغير ووزعناها في كل مدارس الكويت لله الحمد، خاصة في الأطفال لتعليم النشء كيفية الثقافة الاستهلاكية المهمة. بالإضافة إلى هناك أبليكيشن لجمعية حماية المستهلك، من هذا الأبليكيشن بإمكان المستهلك أن يقارن الأسعار في كل الجمعيات التعاونية، وبإمكان المستهلك أيضا أن يقارن الأسعار في الصيدليات الخاصة في الجمعيات التعاونية. طبعا مثل ما انتم شايفين هذه المجلة لله الحمد احنا قدمناها إلى المرحلة المتوسطة لأبنائنا والمرحلة الابتدائية لأبنائنا. علمنا الأطفال أهمية الثقافة الاستهلاكية وأهمية أخذ الفاتورة وأهمية كيفية الشكوى لدى الأطفال ومعرفة حقه منه صغير، عشان نوعا ما يعرف أثناء فترة يعني فترة توعيته منه صغير بمرحلة التسوق وأيضا إجراءات التسوق السليم والتوعية الاستهلاكي حتى يكبر ويعرف حقه وما له ما عليه. نعم، يعني مثل ما تفضلت هذه مبادرة جميلة اليوم لمن يكون في توعية وإرشاد جميل حتى للأطفال للطلاب من خلال هذه المجلة، ويعرف شلون أيضا ياخذ حقه. أيضا أستاذ مشعل، شاركتم في مؤتمر نيروبي بدعوة من منظمة المستهلكين الدولية، منظمة الكوميسا الإفريقية، ويعتبر أيضا من المؤتمرات المهمة، فكلمنا عن مشاركتكم في هذا المؤتمر. طبعا احنا لله الحمد تم دعوتنا كتمثيل قطاع المستهلكين في الكويت كجمعية حماية المستهلك، مثل
تمثلنا دولة الكويت في هذا المؤتمر في نيروبي عاصمة كينيا من خلال منظمة المستهلكين الدولية. المنظمة هذه تم إشهارها أو تم إقرارها وإبرازها سنة 1960، تجمع كل منظمات العالم الخاصة في قطاع الاستهلاك، لديها أكثر من 200 عضو في كل أنحاء العالم، بالإضافة إلى مقرها موجود في لندن. هذه المنظمة في كل 4 سنوات تعمل مؤتمر خاص لمناقشة بعض القضايا الخاصة في الاستهلاك، سواء الاستهلاك في دولنا أو سواء مستهلكين في كل العالم وكل القضايا. من خلال هذا المؤتمر كان بدعوة كريمة من نائب رئيس كينيا، وكان هناك الجميع من السفراء العالم، بالتالي تناقشنا بعض النقاشات لمدة 3 أيام. من ضمن هذه النقاشات مثلت دولة الكويت وناقشنا خطورة مثلا استخدام البلاستيك وحجم تلوث البلاستيك، وأيضا ناقشنا من خلالها بعض المشاريع اللي قدمناها في جمعية حماية المستهلك داخل الكويت، وطالبنا لله الحمد وتم الموافقة بأن يتم نقل المكتب الإقليمي لهذه المنظمة أن يكون في دولة الكويت، حتى يكون هناك مبادلة تبادل خبرات، وحتى يكون هناك أيضا نوعا ما تشريعات إن كان هناك بعض التشريعات اللازمة لضمان حق المستهلك في الكويت. وأيضا كان من ضمن هذه المبادرات أو هذا المؤتمر الكثير من التوصيات المهمة التي من خلالها بالفعل تم مناقشتها وإقرارها، وبإذن الله سيتم إقرارها لاحقا في دولة. نعم أستاذ مشعل، من خلال لقطات فريق الإعداد أعد لنا بعض اللقطات الخاصة في هذا المؤتمر اللي استمر لمدة 3 أيام اللي أقيم في العاصمة نيروبي. تكلمت عن موضوع أن من خلال حلقتك النقاشية اللي أنت قدمتها للسادة الحضور في هذا المؤتمر عن أهمية البلاستيك، أن خطورة البلاستيك خاصة في قارة أفريقيا، تعتبر من القارات اللي مساحة زراعية فيها جدا كبيرة، والبلاستيك يعتبر مادة خطرة تعتبر في هذه القارة وحتى في قارات العالم. لما نتكلم عن التوصيات في خلال هذا المؤتمر، في كل مؤتمر في ختام يوجد فيه توصيات، شنو توصيات هذا المؤتمر للسادة المشاهدين، خاصة أنت مثل دولة الكويت من خلال جمعية حماية المستهلك في القارة الأفريقية؟ في طبيعة الحال كان هناك الكثير من التوصيات. من ضمن هذه التوصيات هي المحافظة على سلوك المستهلكين، خاصة في قطاع الدفع من خلال الهاتف المحمول. وأيضا كان هناك توصية جدا مهمة وهي المنشأة العريضة كان على أساسها اجتماعنا، وهي الأمن الغذائي وتسلسل توريد الغذاء للمناطق مثل ما تفضلت، سواء المناطق الفقيرة في أفريقيا أو حتى المناطق التي تكون لديها استهلاك بشكل كبير. أيضا هناك جدا قضية مهمة وهي سلوك الأفراد، خاصة في اتخاذ القرارات التي تأتي من الخوارزميات. مثلا اليوم بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحدد من خلال خوارزميات بأن يكون المستهلك أو يتوجه المستهلك لشراء فئة معينة، وبالتالي هناك خطورة. لابد أن يتم إقرار بعض التشريعات الخاصة للتنظيم، خاصة في تشريعات محلية، أن يكون تنظيم لهذه القطاعات. وأيضا هناك جزئية جدا مهمة وهي الذكاء الاصطناعي. نعم. وخطورة الذكاء الاصطناعي، ولابد أن وإحنا نعلم اليوم الكل يستخدم الذكاء الاصطناعي، بالتالي هناك بعض الصناعات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبعض إجراءات الدفع الإلكتروني مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. صحيح. وبعض الحيل التي من خلالها يتم اختراق بيانات الأفراد من خلال الذكاء الاصطناعي، وبالتالي لابد أن يكون هناك تشريعات كاملة من خلال الدول أو تشريعات محلية أو عالمية. وهناك أهداف عامة من خلال هذا المؤتمر سيتم قرارها وتوزيعها على كل الحكومات، وبالتالي سيكون من خلالها حفظ بيانات المستهلكين. حلو. وتشريعات مرتبطة مع كل هذه الجهات حتى يحفظ حق المستهلك في العالم. نعم. ممتاز. أيضا أستاذ مشعل، يعني ليش تم اختيار هذا الشعار اللي هو شعار الذكاء الاصطناعي، دام تكلمت عنه، شعار الذكاء الاصطناعي العادل والمسؤول أيضا للمستهلكين بالذات؟ اليوم احنا نعلم بأن إجراءات الدفع الإلكتروني مرتبطة أيضا من خلال الذكاء الاصطناعي، وإحنا نعلم اليوم أغلب البنوك سواء المحلية أو العالمية اتجهت إلى التحول الرقمي حتى في حساباتها. ونعلم أيضا بعض الأفراد توجه بسلوكهم إلى الشراء من خلال الأونلاين، فبالتالي أصبح السوق كله كعالم مرتبط من خلال الأونلاين والذكاء الاصطناعي. اليوم لابد أن يكون هناك تشريعات خاصة، ومن خلال هذا المؤتمر تم الإجماع والإقرار بأن يكون مسمى اليوم العالمي وهو يصادف 15/3 من كل عام، لكل عام يكون هناك يوم عالمي للمستهلك العالمي، وبالتالي سيكون هناك عنوان هذا المؤتمر القادم في سنة 2024 هو الذكاء الاصطناعي وكيفية حماية الأفراد من خلال ارتباطنا في الذكاء الاصطناعي. ومن خلال هذه العناوين الرئيسية لابد أن يكون هناك تشريعات خاصة
ولابد أن يكون هناك حماية لبيانات الأفراد، وأيضا لابد أن يكون هناك على الأقل توعية من منظمات المستهلكين في العالم، واحنا لنا دور ايضا من خلال التوعيه ان نوعي المستهلكين من الحذر من الاختراقات البيانات، وايضا من خطوره بعض نقول احنا نقول احنا الهاكرز او ايا كان اللي يحاول يخترق بيانات المستخدمين، سواء في اللينكات العشوائيه، سواء اختراق بعض حيل الشخصيات وبالتالي يخترق البيانات. لابد ان يكون هناك لنا دور، وبالتالي ستنطلق رسائلنا ان شاء الله في 15/3 في مارس القادم، سيكون من خلالها رساله لكل العالم بالحذر وايضا توعية المستهلكين في استخدام الذكاء الاصطناعي. نعم، نحن نثني على جهودكم دائما أستاذ مشعل في حماية حقوق المستهلك من خلال نشر التوعية له، وأيضا عملية مسح أيضا للأسعار وتأكد من جودتها، وأنت حضرتك ترأست لجنة الأسعار وجمع البيانات. نتكلم عن فكرة تطبيق هذه اللجنة وأهميتها في من خلال الاتحاد من خلال الجمعيات التعاونية وأيضا الأماكن الاستهلاكية في دولة الكويت. دائما نعتبر أن هذه لجنة مهمة جدا، وهي مراعاة لحقوق المستهلك بالأخير أستاذ مشعل. في طبيعة الحال احنا كان هذه لها قصة صغيرة، وهي في سنة من السنوات كان هناك مشكلة خاصة في بعض الباركودات في الجمعيات التعاونية، فأثناء رقابتنا من خلال هذه الباركودات اكتشفنا أن هناك تلاعب في بعض الباركودات وزيادة في السعر، والمستهلك دون دراية تسوق من خلال عربانة في الجمعية وضع البضاعة لا يعلم بأن هذه السلعة زايدة أسعارها بأفلاس معينة. بالتالي تم مراقبة ومتابعة هذه المشكلة، إلا أن اكتشفنا أن هناك قطاع الآي تي في اتحاد الجمعيات بدأ نوعا ما في تغيير باركودات وزيادة السعر. هنا وقعت المشكلة، وهنا أيضا وجدنا الحل. من خلالها قدمنا مشروع النظام الموحد لرقابة السلع في الجمعيات التعاونية، وهو رقابة فورية من خلال وجود السلعة للشركات أثناء وجودها في الميناء، ومن ثم انتقالها إلى مخازن الشركات، ومن ثم انتقالها لرف الجمعية وخروجها إلى المستهلك، وهي دورة مستندية كاملة أو دورة لمعرفة حركة دوران كل سلعة وقراءتها أثناء خروجها إلى المستهلك، أيضا معرفة بيانات وميزانية الشركات، ومعرفة أيضا كل باركود لكل سلعة. ومن هنا تم الاستعانة من خلال وزارة التجارة تقديم هذا المشروع، لله الحمد تم تنفيذه في إدارة الصديق أثناء فترة كورونا، لمعرفة مخزون استراتيجي في كل الجمعيات التعاونية وقراءة كل بيانات السلع ومعرفة الباركود الحقيقي لكل سلعة. نعم أستاذ مشعل مانع، الحديث وياك ثري جدا، ونشكرك على وجودك معنا اليوم وأسهبت في موضوع حماية المستهلك، ونتمنى لكم دوام التوفيق أيضا في المؤتمرات القادمة وأيضا في حماية المستهلك. شكرا لك. شكرا لكم. نشكر ضيفنا الأستاذ مشعل المانع رئيس جمعية حماية المستهلك وجوده معنا بالاستديو في برنامج مساء الخير يا كويت. زميلتي أماني عندنا تقارير متنوعة لمقدمة للسادة المشاهدين. بالضبط، والفقرة الجاية عن المرأة الكويتية المسعفة عبد العزيز أصبح وجودها حاجة إلزامية للتعامل مع بعض الحالات. مهنة الإسعاف تأخذ قرارات مصيرية لإنقاذ حياة الناس، مهنة تبرز دور المرأة الكويتية في العمل الإنساني.